ضيفنا في الاستوديو استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه دكتور حسن الدعجه. دكتور حسن، مساء الخير. القتال استؤنف، الحديث يجري عن سعي للتفاوض تحت ضغط النار هذه المره، هل المراد هو السعي للتفاوض تحت ضغط نار ام لاستكمال الاهداف التي يرومها الاسرائيليون بالقضاء على حماس وضمان عدم تكرار هجمات 7 من أكتوبر؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. مساء الأنوار. أنا باعتقادي أن قضية استئناف الهجوم جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي ومشاركته لمجلس الحرب في حكومة الكيان الإسرائيلي، ومن ثم أعطاء الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية واستكمال الأهداف التي كانت من المقرر أن تنتهي قبل الهدنة، وهي استرداد الأسرى من خلال العملية العسكرية، وكذلك القضاء على قيادة حماس ونزع مقدرات حماس، ولكن كلها باءت بالفشل، واضطر الكيان الإسرائيلي للجلوس على طاولة المفاوضات الغير مباشرة لاستعادة بعض الأسرى الذين تم تداولهم بين الكيان وبين قادة حماس في المرة السابقة. الآن يعتقد الكيان الإسرائيلي بأنه يستطيع أن يحقق الأهداف العسكرية من خلال استعادة باقي الأسرى، لأن موضوع الأسرى ينقسم إلى قسمين. لدينا أسرى من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين من جانب، ولدينا أسرى من الجانب العسكري، ولدينا رتب عليا عالية جدا في قيادة الجيش الإسرائيلي، وهؤلاء لهم حسبة مختلفة من قبل حماس. وبالتالي أنا باعتقادي أنه عدم تمديد الهدنة كان باصطدام المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي وحماس حول آلية تبادل الأسرى، وخصوصا الذين لديهم الصبغة العسكرية والقيادية. ومن ثم هنا كانت نقطة الخلاف والعودة إلى قضية الفرض وضع جديد من الهجوم الجوي الذي نراه حاليا لإجبار حماس للجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء موضوع الأسرى من خلال الضغط باستخدام النار. هذا الهدف المعلن، لكن الهدف الغير معلن وهو الأساس في شن العملية العسكرية سواء الجوية أو البرية، هو تهجير الأشقاء من غزة إلى مصر. وعندما قال لهم بأن يهاجروا إلى الجنوب، وجدنا أنه هجر الكثير منهم ووصل تقريبا 1,700,000 إلى الجنوب، لكن بنفس الوقت طلب منهم الانتقال إلى الجنوب، ومع ذلك قتل منهم واستشهد منهم أكثر من 42% من عدد الشهداء والقتلى والمصابين في غزة كان 42%. إذن لا فرق بين الشمال والجنوب. الآن سيضرب منطقة الجنوب وسيدفع بهم باتجاه الحدود المصرية، وهذا استكمال لعملية التهجير الذي يسعى إلى إيصالها إلى مراحلها المتقدمة. طبعا هذا الجانب، الكيان الإسرائيلي يريد هذه الخطة وأن يمررها، لكن في المقابل علينا أن نأخذ وجهة نظر المقاومة. المقاومة لن تتحرك من مكانها، المقاومة ستدافع عن شعبها. صحيح سيكون هناك ضحايا، لكن دائما وأبدا في الحروب التي تسعى إلى الاستقلال الهدف النهائي يكون هو الاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، بغض النظر عن الشهداء والضحايا الذين يقعون. وإذا قارنا بحروب التحرر الوطني في العالم، لو أخذنا مثل الجزائر فقط كان هناك 1.5 مليون شهيد، وبالتالي حصلت على الاستقلال. فقضية أنه الحروب تقاس بقضية الأهداف التي حددت من أجل لها. هل الأهداف التي حددها الكيان الإسرائيلي قد حقق منها شيء؟ حتى الآن لم يحقق منها شيء، لم يعلن أنه دمر أي من قدرات حماس الدفاعية الصاروخية، الجنود المقاومة لم يصل إليهم، ما وصل إليهم. إذن دكتور، وعذرا على المقاطعة، استدل من كلام حضرتك بأننا لربما مقبلون على حرب الأنفاق؟ نحن الآن لسنا مقبلين على حرب الأنفاق بقدر ما احنا مقبلين على إبادة للمدنيين بغض النظر عن ماهيتهم. الضوء الأخضر الذي سلمه أو الذي أجازه وزير الخارجية الأمريكي في مجلس الحرب بأن تبدأ المعركة، وما تم في مجلس الحرب يختلف عن ما يصرح به أمام الصحافة. يصرح بأنه يريد حماية المدنيين
كيف له أن يحمي المدنيين وهو الذي يزود بالذخائر التي تقتل الأطفال والنساء والمدنيين دون أن تصيب الأنفاق؟ لم نشاهد يعني في صحيح أنه تم تدمير بعض الأنفاق، لكن حسب حركة حماس أنه من 4 إلى 5% فقط من أنفاق غزة التي دمرت. إذن أين هي الحرب ضد المقاومة؟ الحرب هي ضد المدنيين، الهدف الأساسي التهجير، والتهجير يبدأ بقضية قتل المدنيين ومن ثم الضغط عليهم باتجاه الجنوب للحدود المصرية. تقول دكتور الغاية هي التهجير. بالأمس وول ستريت جورنال كشفت في تحقيق لها عن محادثات إسرائيلية أمريكية تتدارس خطة لما وصفته بنفي حماس وتكرار سيناريو بيروت عام 82. نتذكر عام 82 كان المستهدف في وقت منظمة التحرير، لكن نعم. هل ثمة مقاربة بتقديرك عندما يكون كيان على أرضه وتكون هناك محاولة لنفيه؟ أنا باعتقادي أنه المخططات الأمريكية وجيش الاحتلال طبقت في البداية خطة ما وصف بالاستراتيجية التي استخدمت في الموصل ولم تنجح، لم تنجح بتاتا. بالموصل كانت معنية بالقصف وإيجاد مناطق اللي هي استراتيجية السجادة، بمعنى الإفراغ المدن من المباني ومن ثم من ساكنيها والانتقال إلى المعارك البرية. لكن في غزة الوضع مختلف، فشلت هذه الخطة التي استخدمت في الموصل لأن المقاتل في غزة هو نفسه المواطن في غزة، بينما المقاتل في الموصل كان من البشمركة وأيضا من القوات العراقية والقوات أخرى، وبالتالي سكان المنطقة لم يكونوا مع المقاومة بقدر أو مع هذه الجيوش بقدر ما غزة تختلف اختلاف كلي. ونأتي إلى موضوع بيروت. بيروت منظمة التحرير الفلسطينية، يعني منظمة تحرر وطني تتبع الأساليب العصرية في الوصول إلى محاولة إيجاد أو محاولة المقاومة المدنية على نمط الغربي، النمط الاعتيادي للشعوب الأخرى. لكن الموضوع في حماس يختلف، الموضوع في حماس عقائدي بحت، بمعنى إعداد المجند وإعداد إذا حسبنا فقط من 2008، 2008 كان هناك تقريبا أكثر من 2230 شهيد. هؤلاء الشهداء كم لهم عائلات وكم لهم أطفال؟ من 2008 إلى 2023 هؤلاء أصبحوا شباب، وجزء منهم كبير أصبح مع المقاومة. و2012 و2014 و19 و21 و22 إذا بنت جيل يرى بأن الكيان الإسرائيلي هو عدوه الأساس، وهو الذي يقتل أباه وأخاه وأمه وخاله وعمه، وبالتالي نشأ جيل عقائدي جدا يرى أن فقط النصر من خلال التزام بالعقيدة وبناء الشخصية المقاوم على الطريقة العقائدية التي تعزز من قيم النصر والشهادة. وهذا ما رأيناه من خلال لم يشكو أحد من الضحايا الذين فقدوا أعز الناس لديهم بأنه يلوم حماس على ما فعلته، لأنه يعلم أنه هو محاصر منذ 17 عام، والآن مع 7 أكتوبر هو أيضا محاصر وعقاب جماعي وقتل جماعي وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لا سبيل أمامه إلا المقاومة. طيب وشهدنا عذرا فقط أن في الخليل وفي الضفة الغربية يبايعون حماس، لماذا؟ لأن يعني لاحظوا بأنه هذا النموذج الذي يمكن أن يحرر فلسطين وهذا يلغي النماذج الأخرى. طيب إذ ما أردنا أن نتحدث عن مستقبل الوساطة العربية الدولية، خاصة إذ ما لاحظت حضرتك تصريحات الخارجية القطرية يبدو أنها تعرضت إلى خيبة أمل جديدة، خاصة بعدما أعربت وأدانت مجددا استئناف إطلاق النار والقصف مجددا على غزة. هنا كيف تقرأ مستقبل الوساطة؟ هل ستسعى مجددا قطر مع مصر لربما يضاف إليها أيضا الأردن، أم أنها ستكتفي بهذا القدر من الوساطة؟ أنا باعتقادي أن الحروب دائما وأبدا تنتهي بمفاوضات سياسية، وهذا مبدأ عام سواء كان في غزة أو في غير غزة، وبالتالي المفاوضات والجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة والغير مباشرة ستعود من جديد، وسيعود الأطراف الذين شاركوا في الوساطات السابقة إلى الوساطات الجديدة. لكن لماذا
تم خيبة الأمل ولماذا تم استمرار القصف على غزة. هنا نعود إلى المجتمع الكيان الإسرائيلي المنقسم على نفسه منذ مجيء هذه الحكومة المتطرفة، إضافة إلى أن نتنياهو يعلم إذا توقفت الحرب الآن سينتهي مستقبل السياسي، وهو سيضحي بالكيان الإسرائيلي ويضحي بشعوب الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في مكان لإطالة أمد الحرب، لأنه يعلم الوقت الذي تنتهي فيه الحرب سينتهي مستقبله السياسي. وهو من النوع حسب الدراسات النفسية لصناع القرار أنه مستعد لأن يضحي بجميع المصالح الوطنية إذا اعتبرناها وطنية بالنسبة للكيان الإسرائيلي مقابل مصلحته الشخصية والبقاء على سلم القيادة. وهذا طبعا لن يطول لأن دائما الحروب ستنتهي بمفاوضات. الآن قد يدخل أطراف أخرى، لنقل قد تكون الأردن مثلا مع قطر مع مصر، الولايات المتحدة ستضغط عندما ترى أن الكفة لا تميل لصالح الكيان الإسرائيلي عالميا بخصوص الرأي العام الذي انقلب على الكيان الإسرائيلي. الآن أكثر من تقريبا 97% من المظاهرات التي تمت في مدن العالم هي لصالح القضية الفلسطينية. الآن الشعوب في العالم أصبحت تعي أن قضية فلسطين ليست قضية 7 أكتوبر، وليست أن الكيان الإسرائيلي الذي في أول 3 أيام صور نفسه على أنه الضحية وأن الأشقاء في فلسطين هم الجناة. تغيرت هذه الصورة، لم تعد تنطلي بسبب عدم الاعتماد على التدفق الإعلامي الغربي الذي سيطر عليه الغرب بكافة أشكال. الآن أصبح لدينا إعلام موازي، إعلام السوشيال ميديا، وهي ما أدت إلى إيصال رسالة مختلفة عن الصورة النمطية التي كانت تبث عبر هذه الوسائل. عادت الملف إلى جذوره إلى 48 وربما إلى ما قبل ذلك. أشرت إلى محاولة إسرائيل تهجير الفلسطينيين. المرحلة الأولى من الحرب كانت الدعوة إلى التوجه جنوبا، المرحلة الثانية من الحرب تلقى منشورات على محافظة خان يونس تدعو الفلسطينيين إلى التوجه إلى رفح. ربما اقتربنا من الدعوة إلى الخروج من رفح إلى سيناء، لكن المجتمع الدولي مجلس الأمن هل سيبقى صامتا كما عبر الصفدي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة أن إسرائيل اتخذت صمت مجلس الأمن غطاء لعملياتها؟ نعم، أنا باعتقادي العالم الآن والمجتمع الدولي منقسم على نفسه. وجدنا أنه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يعني تؤازر وتناصر وتدعم الكيان الإسرائيلي بلا حدود، بينما الاتحاد الروسي، روسيا والصين تدعم القضية الفلسطينية وتدعم إيقاف إطلاق النار. ولكن كما تعلم تركيبة مجلس الأمن وحق النقض الفيتو الذي يمنح أي عضو من الخمسة الدائمي العضوية نقض القرار، وبالتالي أي تصويت من جانب أي دولة كان يكفي لإبطال هذا القرار. وبالتالي الكيان الإسرائيلي مع الدعم الغربي وجد أنه هذا غطاء. المجلس الأمن وظيفيا فشل في إقرار الأمن والسلم الدوليين، هذا من ناحية. مجلس الأمن أوضح أن الغرب هو الذي يسيطر على مجلس الأمن وعلى مؤسسات الأمم المتحدة. هذا الجانب أعطى الكيان الإسرائيلي بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الأمريكي وإعلان في الأمس بلينكن عندما قال لإسرائيل أن تفعل ما تشاء لكن عليها أن تراعي قضية المدنيين وكذا. هذا الخطاب للغرب حتى يحافظ على ماء وجه الغرب بقضية حقوق الإنسان. لكن إذا عدنا إلى قضية ماذا فعل الغرب، الولايات المتحدة كم أفنت من الهنود الحمر في قضية إقامة دولتها على أساس أرض غير أرضها، أكثر يعني كثير من الدراسات تقول 100 مليون أفنتهم. إضافة بعد أن أسست هذه الدولة استخدمت 14 مليون من أفريقيا كعبيد، مات منهم أكثر من 2 مليون. بالتالي الإنسان بالنسبة لهم أرقام، طالما هو ليس غربي وليس ذات عيون زرقاء أو خضراء أو لون البشرة مختلف. ورأينا ذلك في الإزدواجية عندما بدأت الأزمة الأوكرانية، ماذا قال أول مذيع؟ قال للأسف أن تحصل هذا اللجوء يحصل في أوروبا، ويتحصر أنه هذا يعني كنا نعتاده في سوريا والعراق واليمن وكذا، هذه الإزدواجية ما زالت موجودة. إضافة إلى أوروبا نفسها كم فعلت في أفريقيا، دول أفريقيا عندما استعمرت هذه أفنت الكثير، مئات من الآلاف والملايين التي أفنتهم، لكن في ذلك الوقت لم يكن الإعلام المسيطر عليه إلا من الغرب. وبالتالي الدراسات تفيد بأنه الغرب هو متوحش أصلاً،
وفقد قيمته الآن المبدئية الذي يطالب أحيانا تقارير حقوق الإنسان. تقارير حقوق الإنسان يتكلم فيها لا تعني بقدر ما يعنيه الضغط وابتزاز الأنظمة السياسية في وطننا العربي وأفريقيا والدول الآسيوية الغير يعني مستقرة. لكن إذا نظرنا إلى الخارطة العالم الجيوبوليتيكية، الاستقرار في الاتحاد الأوروبي في أمريكا الشمالية والجنوبية، الصين والأوروآسيا مستقر، الاتحاد الروسي، إذا بقيت منطقتنا العربية والإفريقية، وبالتالي الاستفزاز أو قضية الابتزاز يتم من خلال التقارير حقوق الإنسان. أين حقوق المرأة؟ حقوق الطفل في غزة؟ أين المؤسسات التي كانت تعمل في غزة لصالح الطفل وحقوق الإنسان؟ هل فقط حقوق الإنسان معني بالجندر فقط؟ بأن هناك الجنس الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره؟ هل حقوق الإنسان أن الطفل يتعلم ما تمليه الثقافة الغربية وليس ما تمليه الثقافة الوطنية العربية الإسلامية؟ هذه الحقوق المتناقضة المتضاربة لن يعني تفضي إلى إيجاد حقوق للإنسان طالما أنها بهذا الشكل وبهذه الازدواجية. نعم دكتور، ذكرت قبل قليل حضرتك بأن المجتمع الدولي منقسم على نفسه، ماذا بشأن المجتمع العربي اليوم؟ كنا نعول جميعا على موقف السعودية الذي لا يبدو بارزا في القضية. أنا باعتقاد أنه كما في هناك انقسام في المجتمع الدولي، ولاحظنا في القمة العربية التي كانت منوي عقدها في الرياض، انقسم المجتمع العربي بين مؤيد لاتخاذ خطوات بمعنى قطع إمداد النفط الغاز، سحب السفراء، مناقشة تجميد الشراكات الاستراتيجية، لم يتفق العرب على هذه، ومن ثم دفعا للحرج جعلوها القمة العربية الإسلامية. وأيضا ماذا فعلت القمة العربية الإسلامية؟ بعض الدول الإسلامية تزود الكيان في النفط والحاجيات الأساسية، كيف هو من موانئه تنطلق هذه البواخر للتزويد الكيان الإسرائيلي، بينما هو سيتخذ قرار يعني لا أعرف كيف يعني كيف سينطق بهذا القرار. وبالتالي جاءت القمة مخيبة للأمال على مستوى الشعوب والشوارع العربية والعاصمة العربية وحتى العالمية. 57 دولة لم تستطع أن تجمع على قرار بسيط فقط لسحب سفراء الدول العربية والإسلامية من الدول الغربية التي تدعم بلا حدود وبكل الوقاحة تدعم الكيان الإسرائيلي، وهي التي تنادي بحقوق الإنسان وحرية الإنسان وغيره. يعني كي يعني أمور يعني تكاد يعني أنا باعتقادي أن هذا الوضع يجب أن يكون هناك انقلاب بالتفكير العربي الشعبي والرسمي بالاتجاه نحو الشرق. نعم تبعنا الغرب أكثر من 100 سنة، وازدادت الدول العربية والدول التي تبعت الغرب من تخلف إلى تخلف، إلى أزمات سياسية إلى أزمات اقتصادية. لا تكاد تجد دولة في المنطقة ما لم تكن نفطية إلا ولديها مديونية كبرى لدى البنك الدولي وصندوق النقد. حتى أن صندوق النقد والبنك بدأ يتدخل في قضية المناهج التربوية. كيف له يعني بنك الدولي معني في السياسات المالية وصندوق النقد الدولي معني بالسياسات النقدية، وما له علاقة بقضية المناهج التربوي في المدارس في الدول العربية والإسلامية؟ نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا الدكتور حسن البعاجة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لجنبكم الكريم. شكرا.